جاء في الزيارة المعتبرة عن الصادق عليه السلام يقول: تقول إذا أتيت إلى قبره: السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سيد شباب أهل الجنة، السلام عليك يا من رضاه من رضا الرحمن وسخطه من سخط الرحمن، السلام عليك يا أمين الله وحجة الله وباب الله والدليل على الله والداعي إلى الله، أشهد أنك قد حللت حلال الله وحرمت حرام الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأشهد أنك ومن قتل معك شهداء أحياء عند ربك ترزقون، وأشهد أن قاتلك في النار، أدين الله بالبراءة ممن قتلك وممن قاتلك وشايع عليك وممن جمع عليك وممن سمع صوتك ولم يعنك، يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. هذه الزيارة من أفضل الزيارات سندا ومن أوجزها وأجمعها، رغم قصرها إلا أنها تجمع كل ما في الزيارات، وهي من جوامع الكلم عنهم عليهم السلام. طبعا اللي يحب يراجع هذه الزيارة في الباب 79 من كامل الزيارات، حديث رقم 13 من الباب، باب 79 حديث رقم 13.